أنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 3 لسنة 2019 الجارية، راديو طبنجة حييكم على موجتين جديدة في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. هي موجة 41 بسبب مقدارها 7325 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 على الموجات الجديدة 22 بزبزب مقدارها 13745 والموجة 17 بزبزب مقدارها 15550. أكرر 22 بزبزب مقدارها 13745 والموجة 19. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 7 سنة 2019. نستمع برنامجنا على فقرة الأخبار بدي عناوينها. وقفات احتجاج وقفات احتجاجية بالعاصمة وبعض مدن الولايات قبل موقعين 3 أشهر لـ28 شخص من قريضة دون محاكمة وترحيلهم للسجن بنيالة ومحامون يطالبون بإطلاق سراحهم. وقف احتجاجية وترحيلهم للسجن بنيالة ومحامون يطالبون بإطلاق سراحهم. وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالجنينة احتجاجا على تعيين مدير عام لوزارة 75 ساعة. الجامعات تشرع في فتح أبوابها بعد 7 أشهر من التوقف والأوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر والموسم الزراعي مهدد بالفشل. الاقتصادية في تدهور مستمر والموسم الزراعي مهدد بالفشل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو. يستعد السودانيون بالعاصمة الخرطوم والولايات للخروج في مواكب أربعينية مجزرة القيادة ووفاء للشهداء يوم بكرة السبت. وفي هذه الأثناء شهدت العاصمة